شان حمزة اتي اف سي ابوني ايجام خوتي مدى بيكم. شقيقة وصديقة نوميديا للزول المقربة تكذبان مقال قناة النهار حول حالة نوميديا والتي ذكرت فيها أنها في صحة جيدة وتمضي وقتها مع السجينات في الغناء والرقص، أين قامت قناة النهار بعدها بحذف مقالها هذا وسط صدمة لدى جمهورها الذي هاجم القناة عبر تعليقاتهم. انت يا الباسل الحاضر والمستقبل يا ندي شوك لو كنت خطيني نهبل موني دول انت العشق الاول نعشقك وما زال خير كبير امور وحنانا افيك بليزير. وهذه بعض تعليق محبي نوميديا، ربي فرج، لا حول ولا قوة الا بالله. قناة النهار تعيف، قناة نهار الأخبار اللي يكذبوا فيها أكثر من اللي يقولوا الحق. لغضة نوميديا سينيالي النهار أكرهي تغني للسجينات ولا خسرت في وزن فهمونا. ربي يطلق سراح كل مسجون خوتي، ما تنساوش أبوني.